خمس جويلية تصلكم مشاهدينا الكرام. إذا كان ممكن أن نشاهد هذا التكريم، هذه الأجواء، أجواء الحماس في يوم كبير. نحاول أن نقترب من اللاعبين القدماء. السلام عليكم. عفوا، مش مثل بالنسبة لكم يعني التكريم تاع اللاعبين في اثنين في ملعب خمسة جويلية واليوم في هذا الديربي؟ كل حاجة نشكرهم على الكومبيتيسي بوتر على الشيء قاعدة، وحاجة مليحة لينا انا وراحين صافي نقطة ما تلاقيناش، يعني حتى الشرف في فوتبول الجزائر ان شاء الله، وان شاء الله نتمنى كل خير ان شاء الله في فوتبول الجزائر. حين قول لي مساء الخير، واش تفكرك هذه الأجواء ملعب خمسة جويلية؟ والله غير يقشعر البدن، يقشعر كي تشوف الملعب هكذا مكتمل، وسورتو الماتش تاع لوسما مولوديا. Oui, ça fait bien longtemps qu'on a perdu les choses à Douma. Mais vraiment, vraiment, ça se rappelle la jeunesse d'Anna. Inch'Allah. Vous êtes l'extérieur. مني تاع كرة القدم عندها وقت، دوك كاين لا جينيراسيون دوتر جينيراسيون اللي راهي جاية، يفو بروفيتي من المومون هذوما، سي دي مومون انوبليابل. وحنا ان شاء الله نشوفوا المقابلة في المستوى الجمهور هذا. انت بخلوصك تكهن صغير، التكهن تاعك تاع المباراة تاع والله غير مقابلة ديربي صعيبة، راح يكون ماتش سي ان بو ديفيسيل لي دو زيكيب. في زوج سي دو زيكيب جاو من ريزولتا بوزيتيف في ماتش ديربي لوسما مع الحراش وسيار مولودية مع السير بي. الوغ جو بونس كو يكون ماتش صعيب، وان شاء الله نشوفوا. شكرا وسيلة، نشوفوا مقابلة. شكرا لك وسيلة، تكريم رائع واجواء كبيرة وحماسية من المكان الذي كان يجب ان تجري فوقه هذه المباراة المولودية بجميل حشوت بصغير بالعيد بشيري غازي قاسم جليد بوغاش ياشير يحيى شريف المدرب آلان جيجر. الفريق الذي يلعب أو المولودية التي تلعب بالتشكيلة التي شاهدناها، أما الاتحاد فيلعب بالتشكيلة المعروفة، زيماموش، فرحات، شافعي، خوالد، بوشما، جديات، بوعزة، كودري، بلموس العائد، قاسمي سجار، المدرب كورميس الفرنسي. الصراع ايضا التكتيكي اليوم بين المدربين آلان جيجر وكوربيس. من الجانب الاخر تيري يساعد كوربيس، ميهو بمحمد يساعد جيجر. هذا هي تشكيله الاتحاد، هذا هو حكم المباراه اليوم نسيب رضوان، فارس بوتقان الحكم المساعد الثاني، وكذلك بودبوز فاروق الحكم المساعد الثاني لهذه المباراه، اعرب هو الحكم المساعد الرابع لقمه الجوله الخامسة الكلاسيكية الكبيرة في أجواء رائعة لا يمكن أن تشاهد إلا فوق ملعب خمسة جويلية. نسيب عليه أن يكون أيضا اليوم كبيرا وقويا وصاحب قرارات كبيرة حتى يجري الدربي الذي بدأ الآن لمصلحة